هذا المقطع من الطريق يعني شهد عدة فيضانات سابقا، ولكي نزيل الخطر مؤقتا عن هذا المقطع الذي هو على مسافة تقريبا كيلو ونصف، نظمنا عملية يعني تضامنية مع عدة مؤسسات متطوعين هنايا، وذلك طبقا لتعليمات السيد الوالي لإزالة الخطر مؤقتا عن هذه المنطقة، في انتظار حاليا نقوم بالدراسة وهي على وشك الانتهاء. أخويا عملية متطوعية هذه حاجة زينة للبلاد، يعني ماذا بنا احنا يسكروا يغلقوا كاع الواد هذا، راه خطر على المواطن على الفلاحين، وهذا شريان الحياة تاع مواطن بلدية الحوامد. واحد عنده مريض يدي، قال الإنسان هنايا عنده مريض يدي للسبيطار ولا يدي كاش، ما هاك تشوف الطريق مكسر والحمد لله.